السلام عليكم وأسعد الله صباحكم. عرفت ولاية سكيكدا في الساعة الأخيرة تساقط كثيف للأمطار مشكلة بذلك سيول جارفة وارتفاع في منسوب المياه، وخاصة في حي الحدائق أين تفاجأ بعض المواطنون بسياراتهم وهي غارقة في مياه الأمطار المتراكمة، ما جعل مصالح الحماية المدنية تتدخل بسرعة من أجل امتصاص مياه الأمطار وفتح الشوارع والطرقات المغلقة. وفي سياق متصل، حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية من استمرار تساقط الأمطار والتي تتعدى 50 ملم محليا على أغلب الولايات الشرقية والغربية، فيرجى أخذ الحيطة والحذر من كل المواطنين.